طيب يوسف أسامة نبيه وحمزة المسلوسي وسيف فاروق جعفر عقودهم تنتهي بنهاية الموسم، ونادي الزمالك عانى يمكن في السنوات الأخيرة تحديدا في أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في عدم التجديد للاعبين بشكل مبكر، هل في خطوات للتجديد ليهم بشكل مبكر؟ بلا شك أكيد ده يعني ده في أجندة وفي أولويات أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم كابتن إسماعيل يوسف مدير الكرة مع مجلس الإدارة، أكيد بنتابع ده، وأكيد هناك زي ما أنت عارف يا كريم يبقى ليك بريورتيز أولويات طبعا بتفكر في نمرة واحد قبل نمرة اثنين قبل نمرة ثلاثة عشان تفكر تفكير منطقي متتالي كله مترتب على بعضه، لازم تجيب مدير فني جديد، لازم تشوف اللاعبين اللي تنتهي عقودهم هذا الموسم، لازم تعيد تقييم الفترة الماضية، العديد من النقاط، لكن اعتقاد الشخصي في مقدمة هذه النقاط اختيار جهاز فني يقود نادي الزمالك يوم الأحد القادم إن شاء الله في كأس رابطة أمام البنك الأهلي. طيب جميل، نادي الزمالك مستنيه دلوقتي خطة مجلس إدارة، مش خطة أمال أو أهداف مجلس الإدارة لما تبقى من الموسم، احنا بنتكلم في دوري أبطال أفريقيا خروج منه، دوري مازال لسه رقميا الزمالك فيه ولسه في كأس وكأس الرابطة، إدارة نادي والبطولة العربية طبعا، إدارة نادي الزمالك أهدافها إيه فيما تبقى من هذا الموسم؟ أكيد كعادة نادي الزمالك وكطموحات جماهيره ومجلس إدارته إن أنت تقدر إن أنت تنافس على كل البطولات حتى آخر نفس وحتى آخر رمق، وهو ده اللي إحنا بنسعى ليه، وهو ده اللي إحنا هدفنا في المرحلة القادمة، وإن إحنا لا نفقد الأمال في أي بطولة، وفي أي بطولة أنت تدخل فيها المفروض تنافس عليها، لأن اسم وحجم نادي الزمالك اسم كبير جدا في كرة القدم. بالتأكيد كابتن خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بالتأكيد بتمنى لك التوفيق شخصيا وأيضا أتمنى التوفيق لنادي الزمالك، الأمور تنصلح أو ينصلح حالها في القريب العاجل إن شاء الله لأجل جماهير نادي الزمالك العظيمة الكبيرة.